السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي المتواضعة عالم حمو جوجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى يا جماعة جاي لكم فيديو جديد خالص. الفيديو بتاعنا بقى النهاردة يا جماعة فيديو حلو قوي قوي قوي، وفي كمان ريحة اكل الفلاحين اللي كلنا بنحبه. النهاردة بقى يا جماعة جاي لكم روتين بسيط جدا وهتحبوه وهتحبوه، وبجد بجد الفيديو بتاعي ممتع جدا 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 ومش طويل، وبجد هيعجبكم. ولا هو فراخ ولا هو سمك ولا هو لحمه اللي احنا اتعودنا عليها. النهارده بقى يا جماعه هوريكم حاجات حلوه قوي قوي، اكله كلنا بنحبها وكلنا اصلا بنحب جدا جدا الاكله دي، وفعلا بتفكرنا يا جماعه ايام الريف، وتفكرنا الاكل الجميل قوي بتاع الفلاحين اللي كلنا بنحبه. اول حاجه هوريها لكم يا جماعه هتشوفوا معايا دلوقتي. طبعا انا حاطه الصينيه عشان اقول لكم انا هوريكم ايه. حاجه اللي هوريكم يا جماعه هطلعها من الكيس. ثانيه واحده، شايفين بقى يا جماعه الجمال ده؟ ده بقى يا جماعه فطير مشلتت اهو، بس مش هضحك عليكم واقول لكم ان انا عاملاه، لان انا ما بعرفش اعمله بصراحه، مش هكدب عليكم. ده احنا شاريينه فطير دلوقتي يا جماعه، وصلت الفطيره ب 25 جنيه، دي ب 25 جنيه. دي بقى يا جماعه فطير فلاحي الراجل المخصوص بتاع المخبوزات بيعملها، لان دلوقتي لما بتروحي ما بتلاقيش حد دلوقتي بيعمل فطير عشان السمنه غلت طبعا، وانتوا عارفين كل حاجه بقت غاليه، ودي بقى غالي، فده بالطلب. وانا لما رحنا نشتروه طلع بالطلب، بتطلبي وهو بيعمل لك بالطلب بالظبط. اهي يا جماعه شايفين بقى الفطيره الجميله دي. زي ما قلت لكم الفطير ده بيفكركم بايه؟ اكل الفلاحين الجميله اللي كلنا بنحبها، وانا طبعا من الفلاحين يا جماعه، كلنا يا جماعه فخر لينا. شايفين بقى الجمال، ايه رايكم؟ حلو قوي. طبعا بقى يا جماعه الفطير بيتاكل في ريحه ايه؟ طبعا بقى هقول لكم ان هو بيتاكل في ريحه العسل الاسمر الجميل اهو، ده عسل اسمر، ده عليه طحينه. عايز اقول لكم عشان ما تقولوش ايه اللي حواليه ده، ده طحينه. طبعا في ناس بتحب العسل الاسمر بس، وانا بحب بصراحه العسل الاسمر بالطحينه، بيبقى جميل. وطبعا جوليا بنتي بتحب العسل الاسمر بالطحينه عشان هي في ريحه، بتقول لي اقول اللي هي بتحب العسل الاسمر بالطحينه. طبعا مع الفطير الجميله دي، شايفين بقى يا جماعه ما شاء الله عليها، هقطعها طبعا قدامكم، خليكم معايا بجد بجد الفيديو حلو قوي قوي وممتع بجد وهيعجبكم. حاجة التانية بقى اللي كلنا بنحبها طبعا الجبنة القديمة يا جماعة، اللي هي جبنة الجبنة اللي هي الجبنة الحادقة اللي بتبقى من بلاص. شايفين بقى الجبنة دي احنا مش شارينها، احنا بنعملوها فوق السطح، عندنا بلاص وبطلع فوق السطح بجيب الجبنة الحادقة من فوق، بتبقى حلوة قوي. شايفين بقى، طبعا انتوا عارفين بقى يا جماعة ان الفطير بيحب الجبنه القديمه وبيحب العسل بطحينه، بجد بجد اكله حلوه قوي قوي. جينا يا جماعه في ريحي، بالسلام عليكم، هي مستنيه طبعا، مستنيه الاكله الحلوه دي، كلنا بنحب الاكله الجميله دي. طبعا دي يا جماعه دي بتبقى غدا يا عشاء يا فطار، بناكلوها في كل الاوقات، يعني ساعه الغدا بناكلوها، ساعه الفطار بناكلوها، ساعه العشاء كمان. بتقول لكم يا جماعه بصوا، هي حاطه ايديها في الفطيره اهي. بتقول لكم يا جماعه ده جبنه وده عسل، ايه رايكم بقى؟ دي اكله حلوه قوي قوي، زي ما قلت لكم احسبوها غدا، بتتاكل في الغدا، تاكل في الفطار، تاكل في العشاء، في اي وقت. طبعا كلنا ما بنشبع منها، كلنا بنحبوها جدا جدا جدا، ودي اكله احسن طبعا من الفراخ واللحوم اللي احنا تعبنا منها اللي هي بقت غاليه دلوقتي، يعني احسن من اي اكله، بجد بجد حلوه قوي. شايفين بقى يا جماعه دي أكلة عاملة زي أكلة الزمن الجميل بجد، شايفين بقى الحلاوة. طبعا بقى يا جماعة الأكلة الجميلة دي هتعوز إيه في ريحتها؟ طبعا كلنا بنحب البرتقال، أنا طبعا من عشاق البرتقال، عايزة أقول لكم أنا بحب البرتقال قوي. شايفين بقى يا جماعة البرتقال الجميل ده، فطبعا علشان الجبنة الحادقة بتبقى حامية، لان انا اصلا عندي املاح بصراحه مش هكدب عليكم، بس بحب الجبنه الحادقه قوي، بحب الحوادق جدا جدا وبالذات الفسيخ، انا من عشاق الفسيخ يعني. بحب طبعا البرتقال، برتقال حلو قوي يا جماعه، مفيد جدا كمان في الجسم، وفي كمان فيتامين سي، فانا جايبه برتقال اهو، فده فبعد ما اكل الاكله الجميله دي هاكل فراها طبعا برتقال، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. شايفين بقى يا جماعه، وهوريكم بقى انا عايزه احاول ان اقطع معاكم الفطيره عشان تشوفوها
بس انتوا عارفين عشان بصور بايد وايد تانية طبعا انا ماسكه فيها التليفون، يعني ماسكه التليفون وقت شغاله، فحاولوا تخليكم معايا، معايا سكينه اهي، ان اعرف احاول ايه اقطع الفطيره علشان اوريها لكم. مش عارفه، استنوا خليكم معايا. شايفين بقى يا جماعه، انا قطعت بقى الفطير زي ما قلت لكم، مقطعاه 4 ارباع اهو زي ما انتوا شايفين. هحاول اوريكم، شايفين يا جماعه ما شاء الله عليه مورق ازاي، بس عشان ما اجيبش عليكم والله العظيم احنا شاريينه، يعني ما تفتكروش اللي انا عاملاه، انا ما بعرفش اعمله بصراحه، بس ان شاء الله عايزه اتعلمه. يعني انا ناويه ان انا اعمل فطير، عايزه في يوم من الايام ابص على فيديو من انتوا بتعملوه الجميل واعمل زيكم فطير بصراحه. بس انا عشان ما عنديش فرن، انا عندي فرن اللي بستعمل فرن البوتاجاز، انا ما عنديش اللي هو الفرن البلدي، انا عندي فرن اللي هو بتاع البوتاجاز، فانا مش عارفه الفطير تبقى حلوه يعني في الفرن ده ولا لا. قولوا لي برده في التعليقات يا جماعه، هو الفطير بيطلع معاكم حلو في الفرن ده؟ بجد انا ما اعرفش، انا مش هكدب عليكم، بس ايه رايكم بقى؟ شوفوا مورق وجميل ازاي، زي ما قلت لكم الواحده عامله 25 جنيه اهو، وما كانش عنده ده هو بالطلب دلوقتي يا جماعه. طبعا جميع المخبوزات ما بقتش تعمل حاجه، بقت غاليه، ربنا يرحمنا يا رب برحمته. فطبعا علشان السمنه بيقول لك بقت غاليه جدا، شوفوا ايدي، ايدي عباره عن سمنه ما شاء الله والله يا جماعه، شايفين ريحته حلوه قوي. بيقول لك عشان ايه، هو صاحب المخبز يعني قال عشان السمنه غاليه فطبقتش بيقولش يجيبوه، مبقوش يعملوه، دي طبعا غاليه جدا. دلوقتي احنا عندنا دي ب 27 جنيه، دي بقى ب 27، كان ب 20 والله، بقى ب 27 دلوقتي. فقال لك ان هو ايه الحاجات بتاعته غلت عشان كده ما بيعملوهوش في الطلب، بس يعني اللي يطلب يعمله. الاخر كان جاي سخن جدا، يعني كان جاي سخن، ايه كان طعمه حلو قوي وهو سخن بصراحه، مش هكدب عليك انا اكلت منه لغايه ما خلاص، لانه هو سمين الفطير ده، كان سمين. عشان يا جماعه عشان انا جوه بتلعب عشان كده عامله دوشه. وعايزه اقول لكم بقى ان انا من عشاق الجبنه القديمه ده قوي، انا ممكن اكون انا مخلصه البلاص بصراحه. عايزه في يوم برضه اقول لكم برضه طريقه البلاص بتاعته واعمل معاكم، بجد بجد هتعجبكم، والجبنه بتاعته بتبقى حلوه قوي قوي. طبعا العسل الاسمر اللي قلت لكم عليه اللي كلنا بنحبوه. دي بقى يا جماعه دخلت التلاجة عشان اجيب لكم جبنه المثلثات احطها، اكتشفت ان اولادي كلوها طبعا من ورايا وسابوا لي واحده، كتر خيرهم اهو. طبعا الاولاد سابوا لي واحده، دي جبنه باندا، بحب جبنه المثلثات باندا قوي. ولا وعايزه اقول لكم ان هم سايبين العلبه يعني مقفوله، انا لسه دلوقتي رامي العلبه في الزباله فلقيتها مقفوله، فبفتح عشان ايه احطها مع الصينيه، لقيت واحده بس. فعايزه اقول لكم كتر خيرهم بصراحه، عملوا حسابي هم كلها من ورايا، بس عملوا حسابي بصراحه وسابوها لي. اقول يا جماعه في الفيديو الجميل ده، بجد بجد انا بموت في الاكل ده، اذا كان فطار زي ما قلت لكم او غدا او عشاء، بتبقى اكله جميله جدا جدا جدا. وطبعا بتبقى حلوه قوي مع البرتقال الجميل ده اللي كلنا بنحبه ومفيد جدا للجسم. ما تنسوش بقى يا جماعه في التعليقات قولوا لي رايكم في الفيديو الجميل ده، وانا ما بحبش اطول عليكم يا جماعه، ما تنسوش بقى يا جماعه تدعمونا، ودخل عندي جديد في القناه اشترك عندي ويفعل زر الجرس ويعمل الكل عشان يوصل له كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى يا جماعه، زي يعني زي بكره الحد، فضل ايام قصدي، وشعبان يجي الاسبوع الجاي ان شاء الله شعبان، وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بس شوفوا بقى يا جماعه تعليقكم الجميل بيفرحني، لايكاتكم الجميله اللي بتشجعني، ومع السلامه.